بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله نستعين. مشاهدينا متابعينا الكرام، نتواصل مع حضراتكم مع انطلاقة الشوط الثاني عشر الخاصة بفئة السمول المحليات الأصايل، مسافة 6 كيلومترات هي مسافة هذا الشوط. نسير مباشرة إلى مقدمة هذا الشوط والانطلاق الأول والتحديات الأولى. يأتي هنا الزعيم على المركز الأول اسمه الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان محفوظ بن خميس الجنيبي من يتابع انطلاق الزعيم على المركز الأول، بينما المركز الثاني شاهين من مؤسسة هجن الرئاسة بقيادة المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري من يتواصل على مستوى المركز الثاني. ننتقل مباشرة إلى ثالث التحديات والانطلاقات لنتابع القدوم أيضا من شعار مؤسسة هجن الرئاسة على المركز الثالث بقيادة المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري يتواصل على مستوى المركز الثالث. ننتقل مباشرة إلى المركز الرابع مشاهدينا متابعينا الكرام، الشارد لمعالي الشيخ محمد بن بطيه الحامد مختار بن أحمد من يتابع هذا الانطلاق على المركز الرابع. والمركز الخامس شاهين من هجن الرئاسة بتواجد المستحيل راشد بن محمد باسم المنصوري أبو ذياب. المركز السادس يصل أيضا هنا شاهين من هجن الرئاسة المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، يصل على مستوى المركز السادس، بينما المركز السابع هاملول القادم بشعار هجن الرئاسة الظافر علي بن جميل آل وهيبي من يقدم لنا هاملول على المركز السابع. وثامن التحديات شاهين من هجن الرئاسة بقيادة المجازف محمد بن عتيق بن زيتون آل مهيري، بينما المركز التاسع يأتي شاهين من هجن الرئاسة أحمد بن مايد الخيلي يتقدم الفيلسوف. المركز العاشر، عاشر التحديات والانطلاقات هاملول بشعار هجن الرئاسة الظافر علي بن جميل آل وهيبي بدأ يتقدم الآن ويعلن عن حضوره المميز. هذه النتيجة ونداءنا الأول للعشرة المراكز الأولى. نعود بحضراتكم إلى مقدمة الشوط وإلى الزعيم وانطلاقة الزعيم على المركز الأول. أول الباحثين عن الناموس، أول المستكشفين عن ذلك الناموس يأتي هنا بقيادة الزعيم العيناوي محفوظ بن خميس الجنيبي على المركز الأول على المقدمة والصدارة. المركز الثاني شاهين من هجن الرئاسة راشد بن محمد السم المنصوري أبو ذياب من يحتل المركز الثاني. المركز الثالث يتواجد هنالك المجازف محمد بن عتيق بن زيتون آل مهيري على المركز الثالث من خلال انطلاقة شاهين من يحتل المركز الثالث. المركز الرابع هاملول يكمل المسار، يكمل التحديات، القادم على المركز الرابع يبحث عن ناموس، يبحث عن الفوز والانتصار بقيادة ظافر المضمرين علي بن جميل آل وهيبي. والمركز الخامس وصل هنالك وتقدم الشارد لمعالي الشيخ محمد بن بطيه الحامد مختار بن احمد بدا يتقدم الان بعمليات التضمير والمتابعه والمسايره، بينما المركز السادس شاهين من هجن الرئاسه المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري على المركز السادس. المركز السابع شاهين من هجن الرئاسه المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. والمركز الثامن يتقدم الان ايضا هنالك هاملول من هجن الرئاسه الظافر علي بن جميل آل وهيبي. والمركز التاسع شاهين بن الرياسة المجازف محمد بن عتيق بن زيتون آل مهيري. والمركز العاشر يتقدم الآن شاهين من هجن الرئاسة بقيادة المستحيل راشد بن محمد السم المنصوري أبو ذياب يتقدم الآن على المركز العاشر مع انتصافنا لمسافة 6 كيلومترات. 3 كيلومترات انقضت وتبقى مثلها 3 كيلومترات والقيادة لا زالت عيناوية على المركز الأول، عيناوية على مقدمة الشوط. الزعماء في سيطرة على المركز الأول، الزعيم هنالك في المقدمة
يسموش اغذيار بن محمد بن زايد الهيان محفوظ بن خميس الجنيبي من يقدم لنا الزعيم على المركز الاول. المركز الثاني شاهين بن هجن الرياسة المجاز محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. والمركز الثالث شاهين ايضا بشعار هجن الرياسة يتقدم راشد بن محمد السم المنصوري في عملية التضمير. المركز الرابع شاهين ايضا يتقدم الان بقيادة بوسعيد يتقدم المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري يتسلل الى المركز الثالث. المركز الخامس كما ذكرنا هملول بن هجن الرياسة بقيادة الظافر علي بن جميل الوهيبي يتقدم على المركزين الخامس والسادس. مع انطلاق هملول وهملول المركز السابع يتقدم الان شاهين بن هجن الرياسة بقيادة المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري يصل الان على المركز السابع. المركز الثامن ايضا شاهين بقيادة المجازف. المركز التاسع شاهين بن هجن الرياسة راشد بن محمد السم المنصوري وذياب. المركز التاسع مشاهدينا متابعينا الاعزاء وصل الشارد لمعالي الشيخ محمد بن بطيان حامد مختار بن احمد. والمركز العاشر هملول بن هجن الرياسة ظافر المضمرين علي بن جميل الوهيبي. ولكن عودتنا الى المقدمة عودتنا الى الصدارة الى الانطلاق الاول. الزعيم لا زال هو المسيطر على المركز الاول وعلى المقدمة. يتقدم الزعيم محفوظ بن على المركز الأول وعلى المقدمة الأولى. المركز الثاني شاهين من هجن الرياسة يتقدم المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. وثالث شاهين يقدمه المستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري. والمركز الرابع أيضا من هجن الرياسة شاهين بقيادة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. وخامس التحديات والانطلاقات يصل أيضا شاهين من هجن الرياسة يتواجد المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. ولكن عودتنا إلى المقدمة 1200 ما يفصلنا عن خط النهاية عن الناموس عن الفوز والانتصار. المقدمة والصدارة والانطلاق الأول. هنا التغيرات التي طرت وجرت على مقدمة الشوط. غير شاهين من هجن الرياسة راشد بن محمد بالسم المنصور الكيلومتر الأخير والخطير كيلو التحديات كيلو الناموس والفوز والانتصار. وبذياب استلم القيادة وبدأ بالانطلاق على مقدمة الشوط راشد بن محمد بالسم المنصور. والمركز الثاني والثالث شاهين من هجن الرياسة المجازف بن زيتون يصل الآن ويعلن التحدي المبكر على مقدمة الشوط من خلال تقديمه لورقتين رابحتين في دائرة التحدي ودائرة المنافسة مع ثلاثة المراكز الأولى. غير بن زيتون انطلق بن زيتون إلى المركز الأول إلى المقدمة والعصافير الأبطال. جولة التحديات جولة الأوامر 500 متر الأخيرة والخطيرة وبن زيتون على المقدمة. ولكن المستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري بوذياب. بوذياب على المركز الأول يعود الزعيم مرة أخرى بشعار الزعماء. ولكن بوذياب راشد بن محمد بالسم المنصوري لا يكل ولا يمل ولا يهاب الناموس يتقدم الآن. ولكن المجازف بن زيتون وأيضا الزعيم لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان محفوظ بن خميس الجنيبي. خط النهاية لمن الناموس غير المجازف بن زيتون وأيضا هنالك الزعيم المجازف. ولكن المجازف محمد العتيق بن زيتون المهيري من قدم شاهين. المركز الثاني الزعيم بقيادة الزعيم محفوظ بن خميس الجنيبي ذياب محمد بن زايد آل نهيان. المركز الثالث والرابع لهجن الرياسة شاهين وشاهين. وخامسا شاهين لهجن الرياسة نعود بالتوقيت الزمني. تهانينا والناموس لحظات الوصول لحظات الفوز والانتصار شاهين بقيادة المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. التوقيت الزمني قاطع مسافة 6 كيلومترات 9 دقائق 50 ثانية. 5 ترساء من الثاني تهانينا والناموس 8 ترساء من الثانية الجزء الثاني الزعيم 9 دقائق 50 ثانية 9 ترساء من الثاني تهانينا والناموس 9 دقائق
عبد محمد بن زايد الهيان، كان لمحفوظ الخميس الجنيبي من مركز نقاش شاهين. سجل الرياسه التوقيت 9 دقائق 51 ثانيه 7 ارزاق من الثانيه، المستحيل راشد محمد الموصولي الثاني الى الناموس.